أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. ثم أما بعد أيها الأحبة، نأتي إلى محط السورة وقاعدتها وأساسها. هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل من حيث معناها، وإلا فأعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، لكن في هذه الآية في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، في مضمونها قد شملت القرآن كله، هي عمود السورة، قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هاتان الكلمتان تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. الله أكبر. هاتان الكلمتان تجمعان معاني الكتب السماوية المنزلة كلها، ليس فقط القرآن. وقد ذكر في أثر آخر أن الله تعالى جمع الكتب السماوية كلها في أربعة كتب، وجمع الأربعة كتب في كتاب واحد هو القرآن، وجمع القرآن في سورة واحدة هي الفاتحة، وجمع الفاتحة في آية واحدة هي إياك نعبد وإياك نستعين. وقال ابن القيم، وقال ابن الكثير رحمه الله تعالى: والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. ويقول بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها أي سر الفاتحة هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا فضل هذه الآية، ولو وقفنا معها وقفات أيها الأحبة لما كفانا حقيقة، لكننا لعلنا نقتطف بعض المعاني والدقائق واللطائف التي نحقق من خلالها معنى في قلوبنا، لعلها تعزز المعنى العبودية لله عز وجل. أولا، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ مناسبتها ظاهرة، هي أنه لما ذكر سبحانه وتعالى اتصافه بصفات الجلال والكمال الدالة على استحقاقه واختصاصه بالعبودية، كان ذلك موجبا للعبد إلى أن يعترف لله عز وجل بهذه العبودية. لما أن العبد استفتح ببيان الصفات لله عز وجل، صفات الجلال، الرب الله عز وجل، والرب والرحمن والملك، وهذه الأسماء الأربعة تجمع جميع صفات الله عز وجل، فحين يقرأ العبد قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هنا يقف معظما لله عز وجل، مستشعرا كمال ربه سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، مستحضرا أنه لا سبيل له للعبد إلا الله، حينها يتجه إلى ربه فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين.
ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لو أنك تريد حاجة من حوائج الدنيا، وظيفة، فقيل لك هذا المدير الفلاني رجل فيه كذا وكذا وكذا ويملك الصلاحيات كلها، فحينها تذهب إليه مباشرة وتعترف له بالفضل وتسأله حاجتك، هذا في حاجة العبد، فكيف بحاجة حوائجك كلها التي لا يقضيها إلا الله، وتعرف تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك، فحينها تقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولو أننا أيها الأحبة استحضرنا هذا ونحن نقرأ سورة الفاتحة، فنستحضر في آيات الأولى كمال الله، ثم كأننا ندلف نلجأ إلى الله عز وجل، نخاطبه مباشرة فنقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا والله معنى العبودية. يقول البيضاوي في هذه: كأنهم يقالوا يا من هذا شأنه، نخصك بالعبادة والاستعانة، وفي ذلك إشارة إلى طريق تحقيق كمال عبوديته، وهو تحقيق معرفته ووجوه كماله. ثم أيها الأحبة، لماذا قال إياك نعبد ولم يقل إياه نعبد؟ الحديث هنا قال الحمد لله، ما قال الحمد لك، قال الحمد لله رب العالمين، فالحديث هنا للغائب. لكن لماذا جاء هنا الحديث المخاطب قوله إياك نعبد مباشرة؟ فالتفت من الغيبة إلى الخطاب، وهذا التفات بديع أيها الإخوة، وهو أدخل في استجلاب النفوس واستمالة القلوب وإيقاظ الأسماع، كما أن فيه مناسبة لما قبله، وهو أنه لما أخبر عن نفسه بأجمع الصفات وأجملها وأجلها تجلى للقارئ والسامع كمال ربه سبحانه المطلق، فاستدعى ذلك إلى أن يتوجه إليه مباشرة فيقول إياك نعبد، فكأنه ترقى، وهذا من كلام القيم، يقول كأنه ترقى من كمال البرهان والدليل إلى كمال الإقرار والاعتراف، ومن رتبة الإيمان والتصديق إلى رتبة الإحسان. كلام جميل أيها الإخوة. يقول كأنه ترقى من كمال البرهان يعني المعرفة إلى كمال الإقرار، ومن رتبة الإيمان والتصديق إلى رتبة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقولك إياك نعبد، لماذا قال إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد؟ تصوروا هذا أيها الأحبة وتأملوه، لماذا جمع هنا قال إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد؟ فالجمع في قوله إياك نعبد دون الإفراد دال على معان جميعة. الجمع في قوله نعبد دون الإفراد دال على معان جميلة جليلة بديعة، منها أنه مناسب لما أخبر عن شمول صفاته وإحاطته بالكمال، وأنه رب العالمين جميعا، معنى عظيم أيها الإخوة. حينما تقول الحمد لله رب العالمين وإياك نعبد، فإنك تعترف بأن الخلق كله عباد لله، وأنه رب العالمين جميعا، ليس ربك أنت فقط. حين تقول ربي الحمد لله ربي تعترف بأنه ربك، لكن حينما تقول الحمد لله رب العالمين وتقول إياك نعبد، فإنك تستحضر هنا أن الله عز وجل له حق العبودية من الخلق كلهم. أي معنى يحققه الإنسان في هذا في قلبه أيها الإخوة؟ استحضار أن الله تعالى معبود لجميع المخلوقين سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، ما قال أسلمت لربي، لاحظ يا أخي الكريم هذه اللطيفة البديعة، إذ قال له ربه أسلم، ماذا قال؟ أسلمت لرب العالمين. الله أكبر، اعتراف بأن الله رب العالمين جميعا،
وهذا أكمل في العبودية من قولك الحمد لله ربي أو قولك إياك أعبد. فالحظ هذا وتدبره وفقك الله. ثم أيضا أيها الإخوة، فإن قولك إياك نعبد كأنك بضعفك وتقصيرك ومعصيتك تدخل نفسك، تريد أن تدخل مع عباد الله الصالحين، فكأنك تقول يا ربي أنا لوحدي لا أستطيع أن أحقق كمال عبوديتك، ضعفي وقصوري ومعصيتي لا تحقق كمال العبودية لله. فحينها تدخل بعبوديتك مع عبودية الله، مع عبودية عباد الله الصالحين كلهم، فتدخل مع الصالحين جميعاً في هذه العبودية لتحقق معهم الكمال. وهنا أيضاً مسألة أخرى، وهي الجمع بين العبودية والاستعانة. قولك إياك نعبد كافي في تحقيق العبودية، فلماذا قال إياك نستعين أيضاً وإياك نعبد وإياك نستعين، مع أن العبادة متضمنة للاستعانة؟ العبادة متضمنة للاستعانة، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهي تشمل الحب والخوف والرجاء والاستعانة والتوكل، كل ذلك داخل في معنى العبادة. فلماذا خص العبادة هنا؟ لأمر عظيم أيها الأحبة فتأملوه، لأنه لا سبيل للعبد إلى تحقيق العبادة إلا بالله عز وجل وعونه. هل يمكن لك أنت أيها العبد بقدرتك وضعفك وما يحفك من الصوارف الشيطان والنفس الأمارة أن تعبد الله حق عبادته؟ لا والله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هنا أيها الأخ الحبيب، وأنت تعترف لله عز وجل بالعبودية، تعترف لله عز وجل بالعبودية، يمكن أن يأتيك الشيطان فيبعث في نفسك الفخر وأنك تعبد الله وكثير من الناس لا يعبده. هنا يكسر هذا العجب بقولك إياك أستعين، أي ليس لي سبيل عبادتك إلا بك سبحانك وحدك لا شريك لك. فهذا معنى عظيم أيها الأحبة فتأملوه وتدبروه. وقدم العبادة على الاستعانة لأن العبادة هي المقصودة والاستعانة وسيلة لها، كما أن العبادة حقه تعالى والاستعانة حق للعبد من الله، يعني العبادة حق لله من العبد أن يعبده، والاستعانة حق للعبد من الله أن يعينه، فكان ذلك جمعاً بين حق الله وحق العبد، وهو معنى قوله سبع المثاني. ثم بعد ذلك أيها الأحبة قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، يقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهذا حق العبد. وهذه الآية غرضها بيان أعظم مطالب المؤمنين، وهو سؤال تحقيق الهدي الكامل والدين الصحيح. غرض هذه الآية بيان أعظم مطالب المؤمنين. ما هي أعظم مطالبنا؟ هي هداية الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى مرضات الله وجنته فقط، هذا أعظم مطالبنا. وهنا سؤال العبد لربه تحقيق الهدي الكامل والدين الصحيح. أنت إنما تسأل الله عز وجل أن يسلك بك أكمل الطرق وأعظمها وأقربها إليه. ولهذا قال في الحديث الوارد في تقسيم الفاتحة حين يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن ينبغي أن نستشعر هذا المعنى أيها الأحبة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب، هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب، كل ما تطلب الله فهو داخل في هذا هذا الدعاء. فما أكرم الله حين وفقنا لهذا الدعاء ندعو به في كل صلاة في كل ركعة، الذي هو أعظم دعاء. لو اجتمعنا جميعا إلى أن نقول ما هو أعظم دعاء ندعو الله به، والله لا نجد أعظم من هذا الدعاء. فتأمل ذلك وتبصر وتدبر حين تقول ذلك وتقرأه في صلاتك في كل ركعة أيها الأخ الكريم. يقول
يحصل به كل منفعة، يحصل بهذا الدعاء كل منفعة ويندفع به كل مضرة، فلهذا فرض على العبد، وهذا مما يبين أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها أصلاً، وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم. ومناسبة هذه الآية أيها الإخوة هي أنه لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى، لما تقدم الثناء على الله عز وجل في قولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم اعترفت له بالعبودية لله وحده خالصا مخلصا، فإنه ناسب هنا أن يعقب بالسؤال والدعاء، وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأله حاجته. ولله المثل الأعلى، أنت إذا أردت حاجة من إنسان لا شك أنك تريد تذهب إليه، تتقرب إليه بالثناء وأنت صاحب الفضل ولك أياد بيضاء ولك يعني خير كثير، ثم تطلب حاجتك. ولله عز وجل المثل الأعلى، وهو ربنا يحب الحمد والثناء سبحانه وتعالى، وهو أحق بالحمد من غيره، فهو صاحب الفضل كله. فحينما تريد أن تدعو الله فينبغي ويشرع أن تستفتح دعاءك بالثناء عليه، وهذا ما كان في أعظم دعاء اشتملته هذه السورة وهذا القرآن، هو طلب الهداية من الله عز وجل للصراط المستقيم، افتتحته بالثناء الكامل لله عز وجل، فهو أدعى للإجابة. وهذا مما يشرع في الدعاء أن يفتتح بالثناء، وهذا مثله مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسمع الدعاء، قال ما كان في الجوف الليل الآخر ودبر الصلاة. ودبر الصلاة اختلف فيه المفسرون العلماء، لكن أظهره أنه قبل التسليم، والدليل على ذلك والله أعلم، مع أنه يشرع بعد التسليم أيضا، بعد التسليم من الصلاة دعاء، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: إني أحبك يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن قبل التسليم فيه دعاء مستجاب، محل دعاء مستجاب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليدعو بما شاء، ثم ليدعو بما شاء. وحين تتأمل التحيات فإنها فيها الثناء، بل فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها التشهد والتوحيد، التحيات لله ثم الصلاة ثم التشهد ثم الدعاء، فهذا يتضمن السؤال ثم الدعاء. لماذا قال اهدنا ولم يقل اهدني؟ كما قلنا في إياك نعبد، فإن ذلك الثناء على الله عز وجل بسعة مجده وكثرة عباده وكثرة سائليه ما لا يتضمنه لفظ الأفراد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. كما أن الجمع أدل وأكمل في طلب الهداية وأرجى للقبول، فدخول العبد في جملة دعاء العابدين أرجى للإجابة وأمنع للرد. فحين تقول اهدنا فإنك تدعو لنفسك وتدعو للمسلمين جميعا، للأقربين والأبعدين، وستستحضر ذلك في دعائك. وهنا أيها الأحبة، قوله الصراط المستقيم مسألة، لماذا عبر بالصراط ولم يقل اهدنا الطريق المستقيم؟ تذكيرا بصراط الآخرة. وفي هذا الدعاء حين تقول اهدنا الصراط المستقيم فإنك تدعو ربك عز وجل بدعائين: دعاء أن يهديك صراط الدنيا بالعبودية، وأن يهديك صراط الآخرة الذي تدلف به إلى جنة ربك. فما أعظم أن يستحضر المسلم هذا الدعاء أو هذا المعنى حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الدنيا وصراط الآخرة. والصراط تعبير بالألف واللام، اهدنا الصراط ولم يقل اهدنا صراط، لماذا؟ للاستغراق، بمعنى أنك تطلب من الله كمال الهداية لهذا الصراط، والصراط كله، الصراط كله بكل ما يتضمنه من خير ومن رضا لله عز وجل. فإذا حققت ذلك حققت كمال السؤال في هذه الآية. ويستشعر أيها الأحبة العبد في هذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم كمال الهداية لأمور الدنيا والآخرة، وهذا معنى يغفل عنه كثير من الناس. قولك اهدنا الصراط المستقيم أيها الأخ اللبيب،
يفيد أنك تسأل الله عز وجل أن يوفقك للصراط المستقيم حتى في أمور دنياك، في بيتك مع زوجك وأولادك وفي تربيتك لهم، في وظيفتك وعملك أن يهديك الصراط المستقيم، في بيعك وشرائك وتجارتك اهدنا الصراط المستقيم، في تعاملك مع الناس اهدنا الصراط المستقيم، فضلاً عن تعاملك مع ربك أن يهديك الصراط المستقيم في عبوديته. فهذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس أيها الأحبة، أنك تسأل الله الصراط المستقيم الذي يشمل كل خير في الدنيا وفي الآخرة. فإذا سألت الله ذلك في الدنيا والآخرة يسر لك أمرك في دنياك وأخراك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: قل اهدني وسددني، وأقصد بقولك اهدني هداية الطريق وسددني سداد السهم، مع أن معنى اهدني وسددني للآخرة في أمر الآخرة، لكنه حينما يستشعر فيه المسلم عموم فضل الله عز وجل في أمر دينه ودنياه فإنه بذلك يحقق كمال الطلب من الله عز وجل. لماذا وصف الله تعالى الصراط المستقيم ولم يقل الصراط؟ للدلالة على أمور أيها الأحبة فتأملوها. أولاً أنه دليل على أنه لا اعوجاج فيه، وهذا يبين أن صراط الله تعالى لا اعوجاج فيه، لا ميل فيه، صراط مستقيم واضح، وأيضاً يدل على وضوحه ويدل على قربه، لأن أقرب خط بين نقطتين هو الخط المستقيم، فأقرب طريق إلى الله هو دينه وهو عبوديته، لا زيغ ولا انحراف ولا ميل. فهذا يبين لك في قولك المستقيم أن دين الله واضح وأنه سهل وأن معالمه ظاهرة وأنه أقرب الطرق. كل هذه المعاني تدخل في معنى قولك المستقيم، وأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب ربك أن ييسر لك الخير في أقرب سبيل وأيسر سبيل وأوضح سبيل وأعظم سبيل. قال ابن القيم رحمه الله في المراد بالصراط المستقيم، قال: وحقيقته شيء واحد، حقيقة الصراط المستقيم شيء واحد، هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصولاً لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراد العبودية إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، وهذا كله مضمون الشهادتين، فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين. ثم قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما فائدة إعادة لفظ الصراط وتعريفه بأنه صراط الذين أنعمت عليهم، مع أن سورة مختصرة وسورة جمعت معاني، يعني أجمع المعاني، إلا لأن هذا أمر عظيم يجب أن نستشعره أيها الأحبة. أولا، هذه الآية غرضها التعريف بالصراط المستقيم وأهله، حتى يتضح لك ما هو الصراط المستقيم. فأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم فيأتيك سؤال: ما هو الصراط المستقيم؟ لم يترك الله عز وجل جواب في سورة أخرى أو في آية أخرى، وإنما جعله مباشرة في هذه السورة، فقال: هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتأملوا معي سلمكم الله، فقولك صراط الذين أنعمت عليهم هذا تعريف بالصراط، وقولك الذين أنعمت عليهم المراد بالنعمة هنا كمال الهداية للدين الباعث على كمال التفضيل في الدنيا والآخرة المؤدي لكمال الجزاء، وهذا هو المتوافق مع مقصد السورة كما ذكرت، وهو الأنسب لكمال الطلب. وهنا سر، لماذا قال صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط المؤمنين أو صراط الأنبياء والمرسلين؟ لأن قوله والله أعلم صراط الذين أنعمت عليهم في تشويق للنفس، أن هؤلاء منعم عليهم،
فهنا كل قارئ متدبر يقول: من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أريد أن أكون منهم، أريد أن أتصف بصفاتهم حتى أكون ممن أنعم الله عليه. فهنا سر التعبير بقوله أنعمت عليهم، ولم يقل صراط المؤمنين، فيه تشويق. وهذا منهج قرآني عظيم يمكن أن نأخذ منه منهجا تربويا في أسلوبنا، أننا نشوق للشيء بالتعبير عنه بما يشوق السامع ويدفعه ويرغبه، ولله تعالى المثل الأعلى في هدايته وتوجيهه. فالمراد بالنعمة هنا كمال الهداية للدين، وكمال التفضيل في الدنيا والآخرة، وكمال الجزاء. يعني أنعمت عليهم بالهداية للدين، وأنعمت عليهم بالتفضيل في الدنيا والآخرة، وأنعمت عليهم بالكمال الجزاء. انظروا كيف اشتمل قوله أنعمت عليهم ثلاثة أمور: كمال الهداية، وكمال التفضيل في الدنيا والآخرة، وكمال الجزاء في الآخرة في جنته ورضوانه. فما أعظم هذا المعنى العظيم، فتأمله سلمك الله. وفسر المفسرون بين معنى الذين أنعمت عليهم بمعان كثيرة، قالوا هم المؤمنون، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فسرها الله تعالى بآية في كتابه في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يتبين لك بهذه الآية أن المقصود بالمنعم عليهم من هم؟ كمل الخلق الكاملون، لأنه قال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء أعظم الخلق، ولذلك قال الله: وحسن أولئك رفيقا. فأنت أيها الأخ الكريم، وهو معنى لطيف أرجو أن تستشعره، حين تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تتطلع نفسك إلى أن يهبك الله عز وجل منزلة رفيعة مع هؤلاء، مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فحين يكون هذا همك، لا شك أنك تسعى إلى أن تحقق عبودية الله على أكمل وجه. وكما قلنا أن الفاتحة في كمال العبودية جاء هنا بالجزاء على أكمل وجه يطلبه العبد. وتأملوا أنه قال أنعمت عليهم ولم يقل أنعم عليهم، كما قال المغضوب عليهم ولم يقل غضبت عليهم. لماذا؟ ما الفرق بين قولنا أنعمت عليهم وقولنا أنعم عليهم؟ لأن قولك أنعمت فيه إضافة النعمة إلى الله عز وجل، وهو أشرف وأعظم وأكرم. فأنت هنا تقول: يا ربي أدخلني مع من أكرمتهم وشرفتهم وأنعمت عليهم. وتصوروا أيها الأحبة، كلمة أنعمت هنا فيها النعيم، فيها نعيم. أنعمت يعني تنعموا. وبماذا تنعموا؟ بماذا تنعموا؟ بكل شيء، حتى في أمور دنياهم هم أنعم الناس. فأولى ما يكون في نعيمهم نعيمهم مع الله، فهم حين عبدوا الله وتقربوا إليه كانوا من النعيم ما لا يمكن لأهل الدنيا. وهم أيضا كانوا في حياتهم الدنيا على أحسن حال وأكمل نعيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم في آية أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه تدخل فيها، لكن فيها آيات أخرى لا أستحضرها الآن، تدل على أن المؤمنين هم أكثر الناس حياة طيبة ونعيما في قلوبهم وسرورهم وعيشهم. العيش أيها الأخوة ليس هو بالأجساد ولا بالمظاهر، وإنما هو بالقلوب وما بما فيها من السرور. فأسند النعمة إليه سبحانه وتعالى هنا لكمال التشريف لهم، ولذلك لم يسنده في المغضوب عليهم، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا كأن الله عز وجل أبعد هؤلاء وقطع عنهم تكريمه، فقال غير المغضوب عليهم ولم يقل غضبت عليهم. قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن
بيان طرفي الانحراف عن الصراط، يعني بعد أن أكرمك الله وعرفك بالصراط المستقيم، حين تسلك هذا الطريق تعلم أن في هذا الطريق كلاليب وشياطين تريد أن تصرفك، فبين الله لك أن هناك طريقان للانحراف، ابتعد عنهما واسأل الله عز وجل أن يقطع عنك سبيلهما وأن يحفظك منهما. فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، انظر كيف حف المؤمن وهو يقرأ هذه الآية ويسأل الله عز وجل إلى أن يكون مداوما مستقيما. قد تستقيم على دين الله وقت، قد تفتر أو تصرف أو تنحرف بسبيل أو بآخر، لكن الله تعالى هنا يوفقك ويبين لك سؤاله الحذر من طريق المنحرفين. فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الآية اشتملت على بيان طريقي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف كما قال ابن القيم إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطريق الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. طريقان للانحراف، الطريق الأول هو انحراف بقصد، والانحراف الثاني انحراف بجهل. فالطريق الأول تمثله اليهود فعبدوا الله فكفروا بالله عز وجل مع علمهم وما عندهم، والنصارى عبدوا الله بجهل، عبدوا الله بجهل. فالطريق الأول يشمل من عبد الله أو من عبد من أشرك بالله عز وجل أو ابتدع عامدا يدخل في ذلك، والطريق الثاني هو من عبد الله بجهل ولم يسلك سبيله المستقيم، فشمل ذلك الطريقان جميعا. وعليه فالمقصود هنا طلب السلامة من طرف الانحراف وأصوله، ولهذا عبر بالوصفين الغضب والضلال اللذان هما أصل الانحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم خص اليهود والنصارى، ففسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. لماذا؟ لأن هاتين الطائفتين هما أظهر من اتصف بذلك، من جهة أنهما جمعتا طرفي الانحراف وأصل الضلالة ومخالفة الهدى، وهما الكبر والجهل. فاليهود كان انحرافهم بالكبر وفساد القصد والعمل، والنصارى كان انحرافهم بالجهل وفساد العلم والاعتقاد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود، من عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود، ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك والبدعة أشبه النصارى. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين، ومن جمع الضلال والغي فهو شبه، ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. فحينها أيها الأخ الكريم تتأمل هذا الدعاء العظيم أن الله يسلك بك طريقه المستقيم الكامل في الدنيا وفي الآخرة، وأن الله يسلمك من طرق الانحراف وأصولها وما يدخل فيها، فإنك بذلك قد حزت على أكمل توفيق وأعظم مسؤول وأعظم سؤال تسأله ربك، فاستحضر هذا المعنى يرعاك الله. ثم بعد ذلك أيها الإخوة نختم بسر في سر تشريع التأمين بعد الفاتحة. التأمين بعد الفاتحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو تأمينه تأمين الملائكة، في رواية تأمينه تأمين الملائكة. فما سر ختم الفاتحة بالتأمين؟ السر أيها الإخوة أنه لما كانت الفاتحة في الصلاة ركنا وكان نصفها مشتملا على الدعاء الذي هو حق العبد منها، كان من حق الإمام القراءة وكان من حق المأموم التأمين، الاستماع والتأمين، لأنه واجب دون القراءة. وهذا من أدلة عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية كما قال ابن كثير. تأملتم ذلك؟ أعيد، يقول ابن كثير رحمه الله: لما كانت الفاتحة ركنا في الصلاة وكان نصفها مشتملا على الدعاء الذي هو حق العبد منها،
كان من حق الإمام القراءة، وكان من حق المأموم التأمين على القراءة لأنه واجبه دون القراءة، وهذا من أدلة عدم وجوب قراءة القراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. وهذه المسألة أيها الأخوة مسألة كبيرة جدا لا يسع المقام لتفصيلها، إلا أن الإنسان ينبغي أن يجتهد بقراءة الفاتحة ما استطاع حتى يخرج من هذا الخلاف. وأيضا أيها الأحبة في مناسبة التأمين، أنه لما كان الدعاء وهو خاتمة الفاتحة ناسب أن يختمه بالتأمين ليكون كالختم على الكتاب أو الطابع على الصحيفة، لما كان هذا الدعاء أعظم دعاء في الفاتحة ناسب أن يختمه بالتأمين كأنه خاتم عليه كالطبع على الكتاب وعلى الصحيفة. وفي هذا معنى يؤكد يفيد التأكيد على الدعاء وطلب وصدق الطلب فيه واستحضاره وإظهار الحاجة فيه لله عز وجل. ولهذا قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة. لماذا؟ ليهتم الإنسان في استحضاره، فإذا كانت الملائكة تؤمن مع الإمام فكان الأولى بالمأموم أن يؤمن مستحضرا هذا الدعاء العظيم ليدخل فيه الموافقة والاستجابة. هنا سؤال مهم جدا نختم به أيها الأحبة، وهو وجه تحقيق الفاتحة لكمال الإنسان. هذه الفاتحة كما قال ابن القيم من حققها حقق كمال البشري وأتم سعادته وقضى حاجاته. نقول أيها الأحبة أنه لما كانت الفاتحة مبنية على معاني الكمال والشمول، كمال لله عز وجل واختصاصه بالعبادة، وكان نصفها الأول مبنيا على إثبات استحقاق الله تعالى واختصاصه سبحانه بالكمال المطلق، لزم اشتمالها على ما يحقق للعبد الكمال البشري. أقول أيها الإخوة مسألة وجه تحقيق الفاتحة لكمال الإنسان وتمام سعادته وقضاء حاجاته، يقول ابن القيم رحمه الله الملهم المبدع في تأمل كتاب الله عز وجل، وأرشدكم وأهديكم أيها الإخوة ككتاب من أعظم الكتب التي جمعت تأملاته وهو كتاب بدائع التفسير. هذا الكتاب جمع تأملات ابن القيم، فأوصيكم بقراءته والرجوع إليه في مثل هذه التأملات. يقول لما كانت الفاتحة مبنية على كمال على معاني الكمال والشمول، وكان نصفها الأول مبنيا على إثبات استحقاق الله واختصاصه بالكمال المطلق، لزم اشتمالها على ما يحقق للعبد الكمال البشري، وأن تكون مشتملة على قضاء حاجاته كلها ونيل سعاداته في الدنيا والآخرة، وهذا ظاهر بما حققته من المعاني والوجوه التي تضمنتها السورة بما يغني عن إعادته. وقال شيخه شيخ الإسلام تيمية مؤكدا ذلك، بل قبله في ذلك قال معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية التي لا بد للعبد منها. معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية التي لا بد للعبد منها. وبين أن الدعاء الذي تضمنه الفاتحة تضمنته الفاتحة وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم يجمع مصالح الدنيا يجمع مصالح الدين والدنيا والآخرة، والعبد دائما محتاج إليه لا يقوم غيره مقامه، فلو حصل له أجر 9 أعشار القرآن دع ثلثه ولم يحصل له مقصود هذا الدعاء لم يقم مقامه ولم يسد مسده. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس طويل أذكر فاتحته وأحيلكم إليه في كتاب الفوائد، قال فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل تضمن. فانظروا يراعكم الله إلى هذه السورة وحققوها في قلوبكم وفي حياتكم لتحوزوا بها بإذن الله على وجوه الكمال البشري في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة. أسأل ربي عز وجل أن يحقق لنا كمال العبودية له سبحانه وتعالى بهذه الفاتحة، وأن يرزقنا فهم كتابه، وأن يجعلنا ممن هداه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن يجعلنا جميعا من الفائزين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة.
هذا بالنسبة لدرسنا هذا. والحقيقة أيها الإخوة كان من المرتب أن ننتهي من الفاتحة وأول البقرة ووجهين أو ثلاثة، لكنني أيها الأحبة ما رأيت أن أختصر هذه السورة بعجالة، فوالله إن هذه السورة بعظمتها التي هي أعظم سورة تحتاج منا، والله أيها الأحبة والله ثم والله وأنا في بيته لا أظني ولا أظننا أيها الأخوة يعني ذكرنا وبينا إلا شيئا يسيرا من فتوحات هذه السورة وعظائمها ومعانيها وهداياتها، وهي كما قال علي رضي الله عنه: لو شئت لحملت لا 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 لو شئت لأوقرت لكم 70 بعيرا من معانيها. لكننا ينبغي يا إخواني ونحن نقرأها في الصلاة أن نستشعر هذه المعاني، وخلاصة الأمر أن نستشعر أن هذه السورة فيها تحقيق كمال العبودية. والله أيها الأخ الكريم حينما تقرأها في كل صلاة تجدد العبودية لله عز وجل، تستحضر ذلك، والله إنك ترتقي بهذه العبودية لله. لكن استحضر، لا تنسى ذلك، ولا ينسك الشيطان، فإن الشيطان لك بالمرصاد. إياك إياك أن تغفل في صلاتك وخاصة في الفاتحة عن استحضار معناها العظيم في تحقيق عبودية الله عز وجل، فإننا ما نريد والله إلا تحقيق عبودية الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.